في هيك مشروع تمثيل هلا سون؟ لا انا اكيد جاهزه دائما لهيك موضوع اذا بليق فيي الدور واذا فريق العمل يعني لذيذين وحسيت دوري حلو. ايه ليش لا، انا دائما ريدي. طيب في نجم معين بتحبي تخوضي تجربه التمثيل معه؟ بحب تيم حسن، بحب قصي خولي، باسل خياط، من لبنان بحب يوسف الخال، يورغوش الهو، بديع ابو شقره، باسل مغنيه، يعني ما بدي اسمي انسى حدا يعني، بس ظافر، يعني كل الممثلين حلوين وحلو الوقفه قدامهم وبتفيد الممثله. فاكيد قلتي لي تايم حسن بتحبي، هلا اجى على راسي اذا بدنا نعمل جزء سادس وكارلا البطله، بتخوضي التجربه؟ هلا منين بده يلقطها؟ جبل شقرة عيونها سرق طولها 1.80 متر، ما بعرف اذا ممكن توصل للهيبه فوق، بس ليش لا؟ يعني انا بحب من هون، انا ما بحب اقول شو بحب، يعني انا بلحظتها حسب العرض بشوف اذا بيناسبني، بيناسب الظروف اللي انا هلا فيها اكيد بقول. وبما انه ما عندك مشكله تلعبي دور بمسلسل الهيبه اللي معروف بانه كل احداثه مبنيه على الاكشن، فممكن يناسبك كثير بما انك اكتف بقوه بالسبورتس وتحديدا البوكسينج. كل شي سبار انا بكون جاهزه. حلو، هيك بترتاحي انتي ستريس بفول ما اكيد كل شيء، يعني هيك تعصيب انت حسيتيه، بس يعني هاي انا بلاقيها احلى طريقه للانسان يفش خلقه، الرياضة، وبنفس الوقت بيستفيد صحيا وعقليا، يعني هيك بيرخي اعصابه. كارلا شو سر هالجمال؟ الناس بالحجر المنزلي عم تنصح وانت عم تضعفي، اعطينا السر. لا صراحة انا ما ضعفت، انا انصحت شوي بس هلا رجعت، بس رجعت على الهواء، قويت السبور، خففت اكل ورجعت الـ4 كيلو اللي زدتهم شلتهم.